كما أشار محافظ البنك المركزي إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد يعزز من الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخرا. وكشف محافظ البنك المركزي عن قيامه بإلغاء تدريجي للتعليمات الخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022. كما قام البنك المركزي اليوم بإعلان تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء بالكامل لها قبل نهاية العام، حيث تم رفع مبلغ الشحنات السابق استثناءها من تطبيق تعليمات البنك المركزي باستخدام الاعتمادات المستندية ليصبح 500,000 دولار بدلا من 5,000 دولار.